عندما تطورت البشرية وانتقلت إلى الفضاء في سنة 2801 تم إنشاء اتحاد الكواكب الفضائية. إنها السنة الأولى للعصر الفضائي، بداية العصر الذهبي البشري. لقد تميزت هذه الفترة بروح الإقدام والشجاعة، وفي السنة الفضائية 296 رامي شعلان البطل الشاب لمدينة النجوم المشعة دخل عالم القيادة بعدما استخدم قوته القيادية لتمتين سلطته في مجلس المدينة. وفي السنة الفضائية 310 أعلن السيد رامي إنشاء مدينة الكواكب ونصب نفسه قائدا عليها، وأبطل التاريخ بالسنين الفضائية وجعل التاريخ يبدأ من أول سنة في عهده. ولذا هذه هي السنة الأولى لعهد رامي شعلان. حكمه كان قاسيا جدا، وفي عهده تم قمع عدد من أعمال الشغب، وقد تركت مجموعة بقيادة شاب يدعى غالب نصار مدينة الكواكب، واجتازت المنطقة الفضائية الخطرة لتصل إلى كوكب القوس، حيث أنشأوا مدينة النجوم المشعة وأعادوا التاريخ بالرزنامة الفضائية. وفي السنة الفضائية 640 أي 331 من عهد الحكومة حصل أول تصادم بين القوات المدينية وقوات مدينة النجوم المشعة. 150 سنة مرت ونشأ عصر قتالي تفاقم وازداد حدة، وخاصة داخل الممر الفضائي الوحيد الذي يربط المنطقة الكوكبية بالمنطقة النجومية، إنه برج السباع. مرة ثانية أطلقت النار من مدفع المطرقة. سفينة القيادة للمسؤول سمير قد دمرت، والسفن الأخرى تركت خط المواجهة. يبدو أن برج السباع قد استسلم نهائيا. لا تخاف أبدا، استعادة البرج أمر ممكن. المشكلة بإيجاد الشخص المناسب للمهمة. سقط برج السباع؟ لا أصدق، هل هناك من خطأ ما؟ أليس برج السباع برجا منيعا وحصينا؟ يا لذلك الأحمق، ما الذي حصل بالبرج؟ ها؟ حضر القادة الثلاثة، مسؤول الدفاع والقائد العام وقائد الأسطول الفضائي أمام الكونت عياد لإطلاع الرئيس فريد الرابع على الأوضاع الحالية. إن أرض بلادنا مقدسة ولن تنجسها أقدام العدو الأجنبي. لا بد أن هناك خيانة كبرى أوصلتنا إلى ما نحن عليه. أخشى أن هذا ما قد حصل فعلا. إنه منطق غريب جدا، ليس بإمكان عدو أجنبي احتلال مدينة الكواكب. ومتى أصبحت مدينة النجوم المشعة عدوا أجنبيا؟ ألم تنشئها القوى من داخل المدينة الكوكبية؟ أيمكن أن يصل بها الحقد إلى هذا المستوى؟ في الحقيقة أنا معني بأمر لا أفهم القصد منه، وقد أوصلنا للوضع الحالي. لقد اقترح سمير ورأفت رأيا، فهل توافق على رأيهما يا سيدي؟ أجل، فالواقع أن إسقاط برج السباع لم يكن ممكنا. أريدكم أن تتحركوا قريبا جدا، جهزوا جميع السفن وفي الحال. حاضر. انصراف. هل هناك ما يقلقك يا بشار؟ هل أنت غير راض؟ مجموعة مميزة، إنهم مسؤولو الخطوط الأمامية ولديهم القدرة على التخطيط، ولكن يفتقدون لخبراء حرب. أجل، فهمتني. سأفعل ما بوسعي لتغطية النقص. لا أركان، أريدك أن تكون نائب المسؤول الأعلى لجميع القوات، لتكن بعض الأساطيل تحت قيادتك. إنهم يفتقدون العسكريين فعالين، لذلك لا مجال للخطأ. ثم لا شيء. ماذا فعل سمير ورأفت؟ لهذا كان على قيادات برج السباع أن تكون متضامنة. على كل حال لم يكن بالإمكان فعل أي شيء. على من نضع المسؤولية؟ لا يهم على من تقع المسؤولية، فسمير قد مات ورأفت أسير بيد العدو. هذا هو الواقع، صح؟ ضابط الأركان أمجد نائب المسؤول سمير في طريق العودة، يجب مطالبته باستقالة جبرية وفورا. هذا هو الحل. ربما كانت فكرة جيدة، ولكن نحن أيضا علينا القيام بالتحضير للاستقالة.
سيدي، وصل أمجد وهو يطلب رؤيتك. من أمجد؟ إنه مساعد أميرال في الأسطول. أجل، ولكن يا أركان ماذا يريد مني؟ إنه الناجي الوحيد في وحدة القيادة والذي عاد من برج السباع. إنه لأمر غير مفرح على الإطلاق. ألا ترغب برؤيته؟ لا، على أي حال أدخل. حاضر، تفضل أيها القبطان أمجد. إذن أنت أمجد، ما أخبار برج السباع؟ تكلم. أريد أن أراك على انفراد سيدي. لا يوجد غيرنا نحن الثلاثة. عفوا، فالسيد أركان موجود هنا، وأطلب منك أن تطلب منه الخروج حالا. أنا وأركان معروف عنا أننا معا دائما وكأننا شخص واحد، ألا تعلم؟ أجل أعلم. ربما تريد قول شيء ولا تريد أن يسمعك، ولكني سأعلمه به لاحقا والنتيجة واحدة. هيا تكلم، هيا. أعتقد أنك توافقني عندما أقول إن تكلم شخص فردة فعل الآخر تكون نابعة منه شخصيا، وهذا واجبه. لذلك طلبت مقابلتك على انفراد يا سيدي، أرجو منك أن تلبي لي هذه الرغبة لو سمحت. لا بأس سيدي، سأنتظر بالغرفة المجاورة إذا أردت مني شيئا. كما تريد. سيدي، في الواقع أنا بوضع صعب جدا، وأظنك يا سيدي على علم بذلك الوضع الصعب جدا. هربت من الموت في برج السباع، لن نعاتبك على أي حال. يقال إن سمير قد مات ميتة مشرفة وشجاعة. هناك أنواع كثيرة من الناس، وأنا بالتأكيد لست خائنا لوطني، لكن يا سيدي لدي ما أقول لك وأريدك أن تسمعه مني الآن. من كان بوضعك يقول دائما لم يكن ذلك خطأ مني. دعنا نعرض الأمر في المحكمة العسكرية. تريد أن تجمل الحقيقة المرة وتقول إنك نصحت قائدك وكان اجتهادك خاطئا، فكرت بسلامتك الخاصة ولم تتبع الأوامر. أي كلام ستقوله لن يغير من الأمر شيئا. نعم يا سيدي، لم يكن الأمر هكذا، فالسبب الوحيد لنجاتي لوحدي من السفينة الرئيسية ولبقائي على قيد الحياة هو بالتحديد لأنني اتخذت قراري. أرجوك سجل فعيناي الاثنتان اصطناعيتان، وهذا لا يبرر ضعفي. لو كان الأمر ذاته حصل في عهد المسؤول الكبير لكان حكم الإعدام أكيدا. هل تفهم يا سيدي؟ إنني منبوذ، منبوذ من قبل المسؤول وأعوانه والناس أجمعين. أنا منبوذ. إنه خطاب ممل. عهد شعلان يجب أن ينتهي يا سيدي، وينبغي أن يرحل من هذه الدنيا. لو كان بإمكاني لسحقتهم بيدي هاتين، لكنني لا أملك هذه القوة. أستطيع فقط التعاون مع قائد جديد حكيم، هو أنت يا سيدي، القائد بشار، قائد أسطول في القوات الكوكبية. أتعتقد ما تقوله لي يا سيد أمجد هو الصواب؟ بالتأكيد، وأعيد ما قلته سابقا، شعلان يجب أن ينتهي، وبعدها سيأتي مسؤول آخر، ولا أحد سواك أنت يا سيدي يستحق هذا اللقب. أركان، ألقي القبض عليه فورا. لقد تكلم ضد شعلان، وبصفتك عسكريا لا يمكنك التساهل حيال هذا. بالرغم من ذلك فأنت شخص مميز. حسنا، هيا أكمل على هذا المنوال ودون أن تفكر أنت وصاحبك المخلص نائب المسؤول. أتستطيع إطلاق النار علي؟ كما ترى أنا بلا سلاح، وبالرغم من ذلك هل تقتلني؟ لا تستطيع قتلي، إنك مساعد بكل معنى الكلمة. الاحترام أمر مهم، ولكن الاحترام والطاعة لا يساعدان مسؤولك ببطولاته. الضوء المشع دائما يقضي على الظلمات، لكن هل لدى بشار الإدراك الكافي لفهم هذا؟ أركان، أنت تحب الكلام كثيرا. اعذرني سيدي،
أظنك لم تكن تعجب القائد سعيد أيضا. لم يكن من النوع الذي يعمل ليحصل على إخلاص تام من كل أتباعه. كفى، كلامك يدينك يا أمجد. لقد قصرنا تجاهه، أعتقد أنه يستحق الإطراء بشجاعته تلك. لقد تحمل مسؤوليته بجدارة بعد وفاته وفراغ منصب مسؤول الأركان الحربية، واسم القائد بشار ما زال على اللائحة. ترقيته أمر جيد بالنسبة لنا جميعنا. نحن أيضا نفكر بهذا، فترقيته أمر رائع، لكننا عسكريون ونقدم اعتذارنا عن أي أخطاء قمنا بها. أرجوك اقبل هذه. فهمت، ما باليد حيلة، سأطلع المسؤول العام على هذا الأمر. ماذا تقول؟ يريدون الاستقالة من مناصبهم؟ نعم سيدي. اتصل ببشار فورا. حاضر سيدي. أي منصب تريد؟ وصلت إلى منصب هذا بالنجاحات التي قمت بها، ولا يمكنني أن أخذ منصب الآخرين بالقوة. سقوط برج السباع كان نتيجة فشل سمير ورأفت، فسمير قد مات والآخر أسر بيد العدو، ولا يجب أن يلام أحد غيرهما. ورغم هذا أسألكم أن تطلبوا من مسؤولي الأركان يا سيدي بالاستقالة حالا وعلى الفور. الأمر مؤسف، بعد سماعك طلبهما واقتراحك يا عياد. لقد أعجبت بمقام وروعة هذا المسؤول رغم صغر سنه. أطلب من حضرتكم اتخاذ إجراءات قاسية ضد مسؤولي الأركان، إنه أمر مهم للوطن سيدي. بما أنكما قد طلبتما نفس الطلب حتى وإن كان ببعض التساهل، يجب معاقبة الاثنين. سأبلغ التفاصيل للمسؤولين. هل هذا كل شيء يا عياد؟ أجل هذا كل شيء. صارف الآن، سأترك أمر تقسيم المسؤوليات عليكما. ليس لدي كلام يعبر عن مدى كرم المسؤول. لا أريد ولا أرغب بدعم ذلك الفتى. هذا أمر لا بد منه. ما الذي يجب قوله في حضرة المسؤول يا صفوان؟ أمجد قام بزيارة المسؤول بشار لطلب إعفائه من المسؤولية. تقول أمجد؟ يبدو أنه يريده تحت قيادته. إنه أمر غير ممكن، ولكنه احتمال ليس مستحيل. لن يكون الأمر سهلا علينا دون دعم من المسؤول العام لنا. إنه شخص داهية، لكن لدينا الوقت للتفكير قبل أن تتحول مراكز مسؤولي أركان الحرب الثلاثة. أجل، بالتأكيد بإمكاني أن أحصل على مركز أركان الحرب، وسأمنح مؤقتا هذه المراكز الأكبر سنا، لكن المهم أن لا تنتقل المراكز بسهولة وبتوزيع عشوائي. أركان، ما الأمر؟ تبدو وكأنك تريد أن تقول شيئا. واثق أنك تفهم مشاعري. أنت منزعج لأنني عينت أمجد ضابط أركان، أليس كذلك؟ إنه رجل خطير، صدقني يا بشار. أعرف، ربما يكون قد فقد عقله، وأيضا لديه عادات سيئة كثيرة، ولكن ليس سمير من يختار مساعدا فاشلا. أيعني هذا أنك اخترت مساعدا فاشلا؟ ربما، لا أتوقع منه الإخلاص والصداقة، أريد استخدامه فقط، وذلك لأصل إلى أهدافي وأحقق أحلامي. لذا أنا أيضا أريد أن أستخدم ذكاء أمجد، فخبرته في برج السباع تجعله مساعدا ذكيا، فربما بدونه لا يمكنني تحقيق رغبتي بالسيطرة على الفضاء. أتريد شرابا؟ أشعر بالعطش. لا، فلدي عمل كي أقوم به. فهمت. أريد استخدام أمجد لتحقيق أهدافنا، فقط من أجل أهدافنا. أتمنى ذلك يا بشار. هيا
لنسرع يا بشار، علينا العودة بسرعة. لم أشعر بالوقت وأنا مع شقيقتي أقل الزيارة. بدت بصحة جيدة. في ذلك المكان كيف يمكن أن تكون بصحة جيدة؟ أركان، لنأخذ طريقا مختصرا. تعال. بشار. لا لا لا، اهدئي اهدئي واستمعي لما سأقوله. اتركني. اسمعي، قلت لك سوف تعملين عندي كخادمة. لا لا، أريد أن أكون خادمة عندك. اتركني. ماذا تعنين أتعصي أوامر رجل محترم مثلي؟ لست، لن يساعدك أحد ضدي. لماذا لا تهدئي؟ اهدئي. نجت. تعال. بشار أنت متهور. ذلك الرجل، ماذا يظن أولئك الناس بالآخرين؟ يعتقدون أنه بإمكانهم تعذيب أي شخص كان. أعتقد في يوم من الأيام ستتغير هذه الحال إلى حال أفضل، وما دمنا معا يا أركان سنحاول أن نكون أناسا طيبين نحب الخير والناس. بشار اهدأ. لن أسمح لرامي شعلان ذاك أن يكون مسؤولا، يجب القيام بعمل ما يا أركان. إن رامي شعلان لم يكن على قدر من المسؤولية الفعالة وفشل في تحسين وضع مدينة الكواكب الجديدة، هل أنت من رأيي يا أركان؟ تكلم. قبل ذلك لم يكن هناك وجود مميز له كمسؤول، بل كان شخصا عاديا. في الواقع لم يكن رامي شعلان رجلا تواقا للشهرة، حصل هذا بعد فترة وأصبح الرجل الذي يحاول تحسين وضع المدينة. بماذا تفكر؟ أركان، أتعتقد أنه بإمكاني فعل ما فعله رامي شعلان إذا أصبحت مسؤولا؟ لا بأس، لا يوجد أحد. بشار، كلامك هذا مخيف جدا وخطير جدا. لا بأس، أقول هذا لك فقط، اطمئن. أتعتقد هل هذا ممكن، أن أكون أفضل من رامي شعلان؟ كن معي يا أركان، ومعا نسيطر على الفضاء. بشار، تستطيع أن تفعل ذلك. أجل. من وقتها والنجوم كما هي. سيدي أرجوك أخبرني، هل أنت نادم على خوض المعركة؟ لا أبدا، من الآن وصاعدا قتالي لن يكون محددا بأرض المعركة. التنافس يتطلب خداعا واغتيالات، أليس كذلك؟ ولهذا السبب أنا أستخدمك يا أمجد لتغيير المواقع والمسؤوليات، وعليك أن تساعدني بهذا الأمر يا أمجد، هل أنت موافق؟ شخص يفكر مثلك لا يحتاج لمساعدتي يا سيدي. أعذرني سيدي. ما الأمر؟ يؤلمني أن أتحدث معك بقضية مزعجة بعض الشيء. هل تتعلق بالسيد بشار؟ ألم أعطي شقيق نسرين مركزا ومسؤولية كبيرة أكثر من اللازم؟ سيدي أنت تعرف أيضا أن هذا الأمر، أنا شخص لديه مخاوف أيضا. أتظن أنني لا أعلم أن الرجل المهم ينتقد دائما ويقوم بمخططات ومكائد ضدي؟ هناك إشاعات أيضا تنتشر طولا وعرضا سيدي. أليس هذا فظيعا؟ ماذا؟ إن هذا الوضع الحالي لم يقم بقيام البشرية، كل الناس تموت، وأيضا لا يوجد من يبقى للأبد. لا نريد أن يقول أحد
أن مدينة الكواكب كانت مدينة فاسدة دائما. إذا كان لابد من إزالتنا فالأفضل أن نتنحى. منذ قيام مدينة الكواكب تعاقب على إدارتها الكثير من الأشخاص، وكانوا جميعا يدافعون عنها بكل ما لديهم من قوة وذكاء.